من هو العالم فيثاغورس؟ هو فيلسوف وعالم رياضيات يوناني ومؤسس الأخوية الفيثاغورية التي صاغت مبادئ أثرت في معتقدات كل من أفلاطون وأرسطو. بالرغم من توجهاتها الدينية، كما كتب فيثاغورس مبادئ لتطوير علم الرياضيات وعلم الفلسفة المنطقية الغربي. بالإضافة إلى ذلك، فقد ساهم في تطور علم الرياضيات. لكن لا تتوافر حاليا كتب لفيثاغورس، على عكس علماء الرياضيات اليونانيين ممن جاءوا بعده ودونوا اكتشافاتهم في كتب. يعتبر فيثاغورس من الشخصيات الغامضة لاستخدامه أسلوب التشفير للسرية في قيادة الأخوية التي نظمها والتي اتبعت أسلوبا نمطيا بين الدين والعلم. ويذكر أنه ساهم في تطوير علم الفلك والموسيقى، كما نسبت إليه تعريفات بعض المصطلحات ككلمة الفلسفة التي شرحها بمعنى حب الحكمة، وكلمة الرياضيات التي عرفها بأنها الأنظمة التي يمكن الاستفادة منها. ولد فيثاغورس في جزيرة ساموس المقابلة لساحل آسيا الصغرى، أو ما يعرف حاليا بتركيا، سنة 569 قبل الميلاد. ومن الجدير بالذكر أن المعلومات الواردة عن حياته تعد قليلة نسبيا، ولكن تشير الأدلة إلى أن فيثاغورس قد تلقى تعليما جيدا، حيث تعلم القراءة والعزف على الجيتارة. كان منيسارخوس والد فيثاغورس تاجرا من مدينة سور، أما أمه فيثاي فكانت من جزيرة ساموس. وقد حصل والده على جنسية ساموس تقديرا له حينما جلب الذرة للجزيرة أثناء معاناتها من المجاعة. ومن الجدير بالذكر أن فيثاغورس أمضى طفولته في ساموس، لكنه رافق والده في أسفاره، حيث زار عدة مدن، وقيل أنه زار إيطاليا. وذكرت بعض المصادر أنه عاد إلى مدينة سور مع والده، وتلقى العلم على يد الكلدانيين وبعض رجال سوريا المثقفين. تعلم فيثاغورس على يد عدد من الأساتذة والعلماء، وكان لثلاثة فلاسفة الفضل الأكبر والتأثير عليه، وهم فريسيديس وطالس وتلميذه أناكسيماندر، حيث عاش الأخيران في ميليتوس. وقد زار فيثاغورس طالس بين عمر 18 و20 عاما، وكان طالس حينها كبيرا في السن، فقد أثر في فيثاغورس إلا أنه لم يعلمه إلا القليل، لكنه ساهم في تقدم فيثاغورس في علوم الرياضيات والفلك، ونصحه بالسفر إلى مصر، كما تتلمذ فيثاغورس على يد أناكسيماندر تلميذ طالس الذي كان مهتما بعلم الهندسة وعلم الكونيات. وقد ألقى أناكسيماندر الكثير من المحاضرات في ميليتوس التي حضرها فيثاغورس، وأثرت على معتقداته ومبادئه. ولد فيثاغورس في جزيرة ساموس أثناء حكم بوليكراتس، إلا أنه كان معارضا لهذه الحكومة، فقرر الرحيل إلى مدينة كروتون جنوب إيطاليا، حيث أنه تشبه المدن اليونانية القديمة كمدينة إيونية، وتشتهر بازدهار التجارة فيها، فقد كانت تعتمد على استيراد السلع وتصديرها، كما شاع فيها بذلك الوقت المساواة بين الرجال والنساء، حيث كانت الممتلكات مشتركة للجميع، الأمر الذي ساعد فيثاغورس على تطوير أهم نظرياته ومبادئه. ومن الجدير بالذكر أنه أنشأ مجتمعا من تلاميذه كان له أثرا بالغا لفترة من الوقت. أخذ فيثاغورس بنصيحة معلمه طالس، وانتقل إلى مصر عندما كان عمره نحو 22 عاما، وعاش فيها ما يقارب 22 عاما أيضا، حيث أتقن في هذه الفترة المبادئ الرياضية وبعض المعتقدات الدينية. ولكن خلال فترة الغزو الفارسي لمصر، أخذ فيثاغورس سجينا إلى بابل، وعاش فيها ما يقارب 12 عاما. تعلم خلالها الرياضيات والمعتقدات الدينية الشرقية حتى أطلق سراحه بعمر 56 عاما تقريبا. رجع بعدها إلى مدينة ساموس، حيث بدأ بتعليم الناس فلسفته الحياتية الخاصة والرياضيات والتصوف الذي تعلمه في مصر وبابل. ثم غادر بعد عامين إلى عدة مدن، منها مدينة كروتون، تاركا خلفه الكثير من الكارهين والمستنكرين لأفكاره ومعتقداته، حيث وجد بيئة تحتضن أفكاره في جنوب إيطاليا، وأسس مجتمعه الخاص فيها. أسس فيثاغورس أخوية أطلق على أتباعها لقب فيثاغوريين لبيتاغوريا، وقد كان شعارها الكل هو رقم، أي أن كل شيء في الكون يخضع لقوانين ومبادئ الأرقام الصحيحة الموجبة والسالبة. بالإضافة إلى نسب هذه الأرقام، فقد سعى فيثاغورس
لتنظيم مواضيع العلوم والدين والفلسفة ضمن قواعد الأرقام، وقد ساهمت هذه الفكرة في تطوير وتمكين الرياضيات اليونانية، كما وضع ضوابط سلوك صارمة لمنتسبي جماعته الأخوية. يوجد الكثير من النظريات الرياضية التي نسبت لفيثاغورس، وتعد نظرية فيثاغورس الأكثر شهرة بينها، لكن بالرغم من شهرتها إلا أن فيثاغورس لم يكن أول من اكتشفها، إذ أن أقدم صيغة لهذه النظرية وضعها العالم الهندي بودهايانا سنة 800 قبل الميلاد، كما عرفها المصريون والبابليون القدماء، إلا أن فيثاغورس أقدم على برهانها وإثبات صحتها، كما أنه نشرها في اليونان. ودرس فيثاغورس الأرقام الزوجية والفردية والمثلثات والنسب المثلثية من أجل إثبات نظريته، وتجدر الإشارة إلى أن نظرية فيثاغورس تثبت أن مربع طول الضلع المقابل للزاوية القائمة المسمات بالوتر يساوي مجموع مربع أطوال الضلعين الآخرين في المثلث قائم الزاوية. وقد شرح نظريته من خلال تسمية الوتر بـ C، وأطلق على الضلعين الآخرين A و B، وصاغ النظرية سي أس 2 تساوي أ أس 2 زائد بي أس 2. ساهمت جماعة فيثاغورس في تطور الرياضيات من خلال وضع قوانين مهمة وواضحة، كما وضع فيثاغورس قوانين صارمة لعلم الهندسة وأثبتها، واعتبرها دلالات منطقية لعدد من المسلمات والبديهيات، إذ تعتبر مبرهنة الخط المستقيم واحدة منها، حيث تشير هذه المبرهنة إلى أن أقصر مسافة بين النقطتين هي الخط المستقيم الواصل بينهما. كما استنتج فيثاغورس عدد من النظريات التي تتعلق بالخطوط والنقاط والمنحنيات والزوايا والمستويات، بالإضافة إلى نظرية أخرى تنص على أن مجموع الزوايا الداخلية لأي مثلث يساوي مجموع زاويتين قائمتين أي 180 درجة. تتضارب الروايات حول تاريخ ولادة فيثاغورس وتاريخ وفاته، فقد ذكرت بعض المراجع أنه عاش نحو 100 عام أي حتى عام 480 قبل الميلاد، كما قيل أنه عاش في الفترة بين العامين 570 و490 قبل الميلاد. وتجدر الإشارة إلى أن الأخوية التي أنشأها فيثاغورس في مدينة كروتون تعرضت في سنواتها الأخيرة أي نحو عام 508 قبل الميلاد للاضطهاد، حيث غادر فيثاغورس هاربا من مدينة ميتابونتوم، كما زعمت بعض المصادر أن فيثاغورس قد مات منتحرا، بينما ادعت أخرى قصة عودته لمدينة كروتون بعد مدة قصيرة، حيث لم يتم القضاء على جماعته بالكامل بل استمرت لسنوات.